هنكمل اليوم رد المزلزل للقمص سيرجيوس على الشيخ الطنيخي اللي استهزأ بسر الإفخارستيا وقال إن المسيحيين المفروض يروحوا البيمارستان اللي هو مستشفى الأمراض العقلية عشان بيؤمنوا بتحول الفطيرة أو الخبز والخمر إلى جسد ودم السيد المسيح. وكان من كلام القمص سيرجيوس برهان الحجر الأسود. تخيلوا، تعالوا نشوف قال له إيه بقى. لقد جاء في كتب الأحاديث وصادقت أنت أيها الطنيخي عليها وقررتها ودافعت عنها وبرهنت على حقيقتها بأن الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، وإنما سودته خطايا بني آدم، وأن الله يبعث هذا الحجر يوم القيامة، وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، وإن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا بين المشرق والمغرب. فإذا كنت تتسلم بما جاء في الحديث عن الحجر الأسود هذا وقد أقمت الدليل على معقوليته، فكيف تهزأ بالمسيحيين وتطلب دخولهم البيمارستان اللي هو مستشفى المجانين إذا قالوا أن الخبز والخمر اللذين يصلي عليهما القسيس يصيران بحالة روحية جسد المسيح ودمه ويكونان شاهدين ودينونة لكل الذين يأكلونهما بدون استحقاق؟ فعقلك يا شيخ يا طنيخي الذي يصدق ما يحدث للحجر الأسود، كيف لا يصدق أن الخبز والخمر يصيران جسد المسيح ودمه بقدرة يسوع المسيح الذي حول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، والذي حول الطين الذي وضعه في عيني الأكمة إلى مقلتين بعينين وشبكتين من أدق الخلق الإلهي، والذي حول الطين إلى طير ونفخ فيه فصار طيرا كما جاء في القرآن، وأيهما أقرب للتصديق في التحول، الحجر أم الخبز؟ إن الحجر بحسب العقل والطبع لا يتحول إلى لحم ودم إذا أكله الإنسان، بل يتجمع إلى حصوة في الكلى أو الحالب يؤدي إلى آلام وموت. أما الخبز والخمر فإنهما يتحولان فينا إلى لحم ودم كل يوم طبيعيا بدون معجزة. أما قلت لزميل لك أو قال لك زميل يذكرك بحياة الأزهر الأولى بأن لحمك ودمك هذا من خبز الأزهر وجرايته؟ آه يا أستاذ، لماذا تقف معنا موقف المناقض لعقيدتنا في القربان وتحوله إلى جسد المسيح ودمه وأنت أكثر منا اعتقادا بالتحول؟ وها أنا أصف أمام عينيك صفا من الأمثلة على ذلك. جاء في الأحاديث أن نبي الإسلام أخذ كفا من حصى فسبحنا في يده، وأيضا لما مرض نبي الإسلام أتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب فسبح ذلك العنب والرمان. وعن علي بن أبي طالب قال: كنت مع نبي الإسلام بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. رواه الترمذي والدرامي. وقد جاء في سورة البقرة قوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي سورة المائدة قوله: وجعل منهم القردة والخنازير. وكذا في سورة الأعراف. فإذا كان الحصى والرمان والعنب يتحول لبشر أو ملائكة تسبح الله بلسان فصيح وعقل رجيح، وجبال وأشجار تنقلب بشرا ويصير لها عقل ونظر ولسان، حتى إذا ما لمحت محمدا أقرأته السلام قائلة: السلام عليك يا رسول الله، وبشر ينقلبون إلى قردة وخنازير. فالقوة الإلهية القاهرة التي تستطيع ولا يمتنع عليها أن تجري كل هذا التحويل تستطيع أيضا أن تجعل الخبز والخمر جسد المسيح ودمه، والخبز والخمر كما سبق القول أن تحولهما إلى لحم ودم أمر طبيعي
لا يحتاج إلى المعجزة، لأنه كل يوم يتحول في أجسامنا الغذاء الذي أساسه الخبز إلى لحم ودم. أيضا مما أثار ضحك التنويخي هو أن المسيحيين يسجدون للفطيرة أو القربان الذي يعتقدون أنه بعد صلاة القسيس يصير جسد المسيح ودمه. وكما سبق القول في ردنا على علته الأولى للضحك بأننا لا نصدق أن يكون الشيخ التنويخي جادا في تحكمه على تحول الخبز والخمر لجسد المسيح، لأن في الإسلام كثيرا من الأمور التي يعتقدون بتحولها من وإلى. ونقول أيضا في الرد على ضحك الشيخ من كون المسيحيين يسجدون للفطيرة أو القربان جسد المسيح ودمه، بأن عند المسلمين من الاعتبارات ما يجعلهم يسجدون ليس لأشياء ليس لها من الاعتبارات ما للقربان عندنا. فنقول له: الحجر الأسود جاء في حديث البخاري الجزء الأول صفحة 190 و191 قوله عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فلا يعقل أن الشيخ التنيخي يقرأ هذه الأحاديث ويصدقها، كما سيأتي الكلام عن رد التنيخي في آخر هذا المبحث الذي فيه اعترف بصحة هذا الحديث ودافع عنه، ثم يجد في نفسه ميلا أو دافعا يدفعه إلى الضحك على المسيحيين لأنهم يسجدون لجسد المسيح ودمه أو المائدة المقدسة. لا لا لا، فالتنيخي يعلم أن السجود للقربان يساوي على الأقل السجود للحجر الأسود، وأيهما أقرب للعقل، السجود لحجر لا ينفع ولا يضر أم السجود لقربان من الخبز الذي هو نعمة عليها قوام الحياة؟ وهاب يا أستاذ أنك تعرضت لظروف وأحوال قطعت عنك الخبز أياما، فجعت جوعا أليما، تحررت حياتك معه للهلاك، وأشرفت على الموت، وعلى غير انتظار حانت منك التفاتة فوقعت عينك على رغيف فتناولته في لهفة وقبلته بفمك، وأنت في قبلتك للرغيف انحنت رأسك له كنعمة لوصل حياتك، وكنت بطريق الصدفة مارا عليك ورأيتك تقبل الرغيف وأخذت ألومك على التقبيل والانحناء أمامه. أما كنت تأتي بالمبررات التي تبرر قبلتك وانحنائك أمام الرغيف باعتباره أنه منقذ حياتك وبركة من الله، أما إذا رأيتك تقبل حجرا وأخذت ألومك على ذلك فلا تجد في نفسك مبررا لهذه القبلة، اللهم إلا إذا كنت تقول: لقد تذكرت حبيبا أو حبيبة مات أو ماتت وكانت تستعمل هذا الحجر في أمر ما. ومع كل ذلك فإن المسيحيين ترفعوا عن مجاراتك في الضحك على عقائد الغير، بل لما قرأوا هذه الأحاديث قالوا في أنفسهم: لحكمة قبل محمد الحجر الأسود، وأن هناك اعتبارات قامت عنده فقبل الحجر الأسود أو سجد له. وفعلا فقد ذكر محمد الاعتبارات التي قامت عنده من نحو الحجر، كما جاء في كتب الأحاديث إذ قال: إن الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، وإنما سودته خطايا بني آدم، وأن الله يبعث هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فإذا كانت هذه الاعتبارات التي قامت عند محمد وجعلته يسجد للحجر الأسود كانت معقولة لديك وبررت السجود للحجر الأسود دون أن تضحك أنت منها ولا ضحك المسلمون، فلماذا تضحك من المسيحيين إذا ما سجدوا للقربان الذي يرون فيه من الأسرار والمعاني السامية التي إن لم تفق على مال الحجر الأسود فلا تقل عنه كما سيجيء بعد؟ انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات، ولو أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات ممكن نبقى نعمل لكم فيديوهات تانية، ويا ريت تشاركوها في الجروبات المسيحية عشان يعرف الناس كلها ازاي يردوا على المشككين. وشكرا لكم.